والصبر عن المعاصي كذلك فيه صعوبة على الإنسان، لأن النفس أمارة بالسوء، وقد يكون رفقاء السوء والشيطان من جهة أيضا، كل هذه تدعوه إلى فعل المعاصي، لكنه يصبر ويتحمل، خاصة إذا كانت الأجواء تساعد على فعل المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فصبر عن هذه المعصية، أمسك عنها، وغيرها من المعاصي. جاءته رشوة في عمله مبلغ وقدره، فصبر عن هذه المعصية مع أنه محتاج لهذا المال أو كذا. فالقصد أن الصبر عن المعاصي كذلك في